فقرتنا الطبية لليوم رح نحكي فيها عن مرض السكري اللي هو مرض العصر، رح نحكي عن بعض الحلول الطبية والعلاج أيضا مع ضيفتنا لليوم الدكتورة سوسن خليل أخصائية غدد سم وسكري. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني بالبداية خلينا نركز على نقطة كتير عم نشوف الناس عم تنصاب بمرض السكري، بنسمع أنه من النفسية، الحالة النفسية، خلينا نحكي قديش اليوم الحالة النفسية بتلعب دور أو بصير الواحد معه سكري. هلا الحالة النفسية هي ليست مسبب للسكري بشكل عام. الجينات بيكون عنده المريض جينات سكري، يعني بيكون عنده قصة عائلية، بتجي الحالة النفسية ممكن انه تأثر وتحرض هالسكري الموجود يلي ممكن مثلا يجي المريض بعد كذا سنة. الحالة النفسية هي مؤهبة لأنه بتأثر، بتعمل ستريس، بترفع الهرمونات مثل الهرمونات الأدرينالين والكورتيزون، ولذلك بتسوي هيك. مثل يمكن مع الكل صار بيعرف أنه في نوعين لمرض السكري، خلينا نعرفهم بالضبط. أي هلا نحن بشكل عام في كثير انواع للسكري، ولكن اشيع شيء هي التايب 1 والتايب 2. التايب 1 هو النمط الاول يلي شبابي، بيجي عند الشباب اللي اصغر من 30 سنه وعند الصغار كمان، وهذا بيكون في عوز تام للانسولين، في تخرب لخلايا البنكرياس، خلايا البطن اللي بتفرز الانسولين، ولذلك علاجه حصرا بيكون بالانسولين. اما تايب 2 وهو النوع الثاني، وهو يشكل تقريبا اكثر من 95%، وهذا الشيء يعني الافضل الحمد لله، انه بيكون في خلل نسبي بافراز الانسولين، او الانسولين طبيعي بالجسم ولكن هناك مقاومه على مستوى الخلايا الشحميه، هي بنسميها مقاومه الانسولين عند الناس اللي عندهم زياده وزن، لهيك او اللي بيعدوا ما بيتحركوا كثير، لهيك نحن بننصح بالحركه وبالوزن الطبيعي والى اخره. في النوع الثالث الشائع هو الحملي طبعا. نعم. دكتورة خلينا نحكي إذا حدا معه بداية سكري، فجأة طلع معه حالة إنه مرتفعة جدا، الدكتور عطى أدوية، نزل السكري والتزم بالحمية الغذائية، خلينا نحكي إنه تستمر كل الوقت إذا أخذ الدواء بانتظام وعمل الحمية إنه هو خلص بيحمي حاله، ولا في مفاجآت إنه يطلع؟ طبعا في مفاجآت طبعا. هلا نحن اذا سواء مثلا تايب 1 النمط الاول، اوكي، اعطيناه انسولين بناء على وزنه على جسمه، صحيح. هذا بده يكبر، بده يحتاج لجرعات مختلفه. غير هيك في شيء عندي سيك دي رولز، هو قانون الايام المرض، لما يمرض، لما يصير عنده اي التهاب، لما يصير عنده ممكن انه يحتاج ليرفع جرعه الانسولين. هذا بالنسبه للنمط الاول. النمط الثاني كمان نحن لا ننسى انه صحيح في خلل بالبنكرياس، ولكن مع الزمن رح تتخرب، ولهيك اللي بيحتاج اليوم منظم بعد سنه بيحتاج نضيف له دواء ثاني، بعد سنه بنحتاج نضيف له دواء ثالث، ممكن يحتاج انسولين في النهايه حسب وضعه، لهيك المراقبه الطبيه اللصيقه لازم يكون على طول يتابع مع طبيبه ويتابع تحاليل بالبيت والحميه. دكتورة الالتزام يمكن والمتابعة الطبية، قديش الالتزام بيلعب دور لأنا فعلا السكر يكون عندي ثابت، ما يكون في خلل، أقدر حافظ؟ مثل ما قلنا بالبداية هو مرض العصر، يعني ما في دواء شافي بشكل كامل، لكن أنا التزامي الطبي أو الصحي حتى بالحمية الغذائية بيلعب دور، لأنه دائما إحنا بنعرف من أهالينا، لأنه مثلا ابهاتنا او امهاتنا ما بيلتزموا كثير، يعني حتى بتقولي له مثلا ما تاكلوا سكري، ما بصير القصه بالجكر بده ياكل. في التزام كثير بيلعب دور لانا اقدر حافظ على مستوى السكري ونسبته بالجسم لحتى انا فعلا ما يكون في اثار سلبيه بشكل كثير. تماما حكيك تماما، وهذا اللي بنشوفه انه ناس بيجيكي مثلا بيقول لك عندي سكر من 10 سنين عم باخذ المنظم وما عم ياخذ شيء ثاني، مثلا بيجي مثلا لا سمح الله فشل كلوي ولا شيء، هذا بسبب سوء الالتزام، وبياكل شو ما بده الى اخره. طبعا نحن بناكد على قصه الحميه، هي لايف ستايل موديفيكيشن، يعني تغيير نمط حياه، وليست حميه مؤقته، مو مثل ولا حميه عملتي حميه لتنحفي حالك الدايت، نحفتي قام خلص وقفتي،
نفسي، لا هاد بده يضل طول عمره ياخذ هالاكل. اصلا الحميه الغذائيه هي لازم تكون للكل، يعني عم نشوف مع تتالي الايام نبعد عن السكر، نبعد عن قصص محدده هي بتضر الجسم، من السمين الابيضين الملح والسكر. الملح والسكر معروفه تماما. تماما دكتوره، خلينا نحكي اكثر عن مثلا السكريين، ناس تقدر تتقبله وناس ما بتقدر تتقبله للسكريين، وفي جرعات بياخذوها زياده بيقولوا ايه معلش هي سكري. خلينا نركز عليه ونحكي عن طريقه كيف لازم ياخذوه وقديش الكميه. هلا السكرين هو كسويتنرز او محلي صناعي درس كثير ونحن درسناه كثير، عرفتي؟ بقى هيدا يا ستي احيانا بيطلع انه مثلا كارسينوجينيك، بيرجعوا بيقولوا لا مانو كارسينوجينيك، في مادة الاسبرتام طبعا، بيرجعوا بيقولوا لا مانو كارسينوجينيك. صحيح. ما بتعرفي اذا هي لعبة شركات ولا لعبة كذا، كمان تلعب. انا مرضاي بقول لهم اذا بتقدروا بدونه بيكون أحسن. افضل. اوكي، بدونه بيكون افضل. حاليا في شيء اسمه ستيفيانا، هيدا محلي نباتي ولكن لسه ما انه متوفر عنا، ممكن بس يتوفر عنا بيكون بديل كثير. هي طب اذا ولا بد بدهم ياخذوا سكرين قديش لازم الكميه؟ هلا حتى السكرين له كميات، المفروض انه ياخذوا مثلا مره مرتين باليوم، مو كل شوي يعني ياخذوا. اوكي، هذا المنطق يعني. ولكن انا مثل ما عم اقول لك، لما يجيني مريض يقول لي بدي اخذ سكرين، اقول له لا، بفضل انك تتعود على الشاي بدون، القهوه بدون، الكذا. في ناس كثير متعودين وما عندهم سكري، هي القصه قصه تعود فقط. طيب خلينا نحكي عن السكر الطبيعي، يعني من خلال مثلا الفواكه او من خلال الاكلات بدون ما يكون سكر صناعي، قديش نسبته لازم انا اقدر التزم فيه؟ يعني في كثير من الناس بتقول لك لا انا عم اكل فواكه، بس في فواكه حلوه كثير. أكيد. يعني انه هذا مثلا الدكتور مو مانعني عنه لانه هذا سكر طبيعي من خلال الفواكه انا عم اقدر اخذه. اي هلا السكر الفواكه طبعا كفاكهه ليست ممنوعه عن مريض السكري، تقريبا نحن ما بنمنع عنه بالحميه لانه مثل ما عم قلت لك لايف ستايل موديفيكيشن، فلذلك ما بنمنع عنه. حتى الكربوهيدرات غير ممنوعه ولكن بمقادير معينه محدده. الفواكه له حصه او حصتين بتطلع له باليوم، يعني ممكن يطلع له برتقانه، لانه بيقول لك هيدا فواكه طبيعي شو باكل زياده. لا محدده تماما، محدده تماما. صحيح. مثلا 4-5 كرزات او مشمشتين او بردقانه او تفاحه او نص موزه، ما بياخذهم مع بعضهم. انا احيانا بقول لهم هيك بيروحوا بيحطوا لك صحن مثلا صحن الفواكه وبياكلون بيحطوا بردقانه وتفاحه. لا يعني واحد من النوع واحد، ويحبذ انه ما يكون مع الوجبه، يكون بعد الوجبه بساعتين مثلا، حصتين يعني بين الوجبات تكون حصه او حصتين حسب ضبط المريض للسكر. اذا كان منضبط بنعطيه حصتين ثلاثه، اذا كان غير منضبط بنعطيه حصه واحده. تماما. دكتورة خلينا نحكي عن التحاليل، في أشخاص كل يوم بتعمل تحليل الصباح، في أشخاص لا بتترك فترة، في أشخاص بتعتمد على تحليل المخبر، قديش مهم مريض السكري يكون عنده جهاز تحليل بالبيت؟ هلا نحن اذا بدك يعني الحاله النفسيه والوسواس عالميا المفروض اي مريض سكري يكون عنده جهاز. صحيح. اي مريض. ولكن الظروف الاقتصاديه نحن كلنا بنقدرها للمرضى. هلا مريض عم ياخذ نمط ثاني وعم ياخذ منظم، هذا ما بحاجه انه مثلا يعمل تحليل يوميا، ولكن مريض نمط اول بدايه مكتشف وصاير عنده حماض، هذا لازم يعمل 4 مرات باليوم. فلذلك نحن بهالموضوع تحديدا ما فينا نقرر، حسب المريض. انا في مريض بقول له اعمل لي 4 مرات باليوم لبين ما ينضبط، وفي مريض بقول له لا تعمل لشهر شهرين بترجع لي. بلاقي انه الاتش بي اي 1 سي خضاب السكري تحت 7 تحت 6 والسكر منضبط، فاذا خلص. طب المخزون هو خلينا خلينا نركز شوي على المخزون. احيانا بيقولوا المخزون منيح بس السكري بالدم اعلى او هيك، خلينا نشرح عنه. هلا لأني المخزون السكري هو بيقيس السكر في الخضاب الكريات الدم الحمراء، ولذلك هو نصف عمره 120 يوم بيقيس لك السكر الانضباط خلال 3 شهور السابقه. لازم يكون خلال 3 شهور السابقه.
المفروض تحت السبعة هذا كتير منيح. يعني حتى فينا نضبطه 6.5 7. تمام. أوكي. فإذا لمريض السكري. لمريض السكري. ولكن أوكي. إذا لقيتي مخزون مزبوط والسكر عالي، فإذا المريض صار يخبص هالفترة كان منضبط وهالفترة صار يخبص لأنه هو عم يعطيني 3 شهور سابقة. يمكن معلومات هيك بوقت قصير حاولنا نقدمها لجميع مشاهدينا عن مرض السكري، لانه عم نشوف بالآونة الأخيرة في انتشار كثير كبير لهيدا المرض، ورغم كل التقدم يمكن الواصل إلى العالم ما في دواء شافي بشكل كامل، لكن مثل ما قلتي دكتورة الالتزام ثم الالتزام بالمراجعة الطبية الدورية والحمية وجميع تفاصيله. شكرا كثير لك. يا أهلا. شكرا دكتورة. أهلا.